بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الورشة استثنائية كما قلت عن كيفية تفعيل الشات في التيمز، لأنها تؤرق الكثير من المدربين والزملاء أثناء تدريباتهم أو إعطاء الحصص لطلبتهم. فنتمنى من الله إن شاء الله التوفيق والنجاح والقبول، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وأرحب بكم كل باسمه ولقبه، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم وبياكم المولى عز وجل. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. إن شاء الله أول خطوة، طبعا على السريع أنا راح أحكي، مش راح أحكي تفاصيل كثيرة، لكن بشكل مختصر وسجلنا إن شاء الله هذا الريكوردينج مشان نعممه على جميع الزملاء، وإن شاء الله إنه يكون موفق ونكون موفقين فيه بإذن الله. طبعا أول شغلة راح أعمل مشاركة بإذن الله. أوكي، أول إشي طبعاً اللي ما عندوش تيمز لازم يعمل على تفعيل أو تنزيل التيمز، هاي يعني 100% أول خطوة. ثاني إشي، اللهم صل على سيدنا محمد، بده يروح على التيمز على الأيقونات اللي على جنب. إذا لاحظتوا هنا في عنا طبعاً أنا إيميلي مؤسسي، في عندي هنا كلمة النشاط سواء بالعربي أو بالإنجليزي، ممكن activity، الدردشة chatting، الفرق اللي هن التيمز اللي أنت عاملهن، مثلا لو دخلت هون على النشاط، النشاط اللي هم الناس ده بيتفاعلوا شوية معي. الشاشة لسه ما نعم. اتشاركتش، الشاشة لسه ما طيب اتشاركتش. ماشي، حاضر، يلا ان شاء الله يا ربي ربنا يوفقنا، لانه في مشكله الانترنت شويه ضعيف، ان شاء الله نكون احسن. اتمنى الان ظهرت، نصبر شوي. لسه برضو ما ظهرتش. إيش النت هاي الأيام مش عارف شو ماله، كثير صعب. أحاول أنتقل على غرفة ثانية، بتمنى إن شاء الله يكون أفضل. لحظة، فإذن أول خطوة من نفعل وننزل التيمز، والمؤسسي طبعا بيكون أفضل. ليه؟ لأنه فيه مزايا أكثر إن شاء الله. في النت هيك عشان يبدو مش واضح شوي. أتمنى إن شاء الله وضحت، ولا لسه راح أوقف المشاركة كمان مرة. بسم الله، اخترنا هذا الوقت كله يمكن فيش يكون ضغط. لسه الشاشة، لسه ممكن حضرتك تخرجي وتدخلي تاني يكون أفضل. تمام لسه يا استاذه شوقي. لا حول ولا قوه الا بالله. حد شاركت؟ خلاص خلاص شاركي. الحمد لله الحمد لله، يعني ان شاء الله ربنا هيك بيوفقنا. اذا اول شغله حكينا بننزل التيمز كالعادي، انا التيمز اللي عندي بالايميل المؤسسي. فطبعا ليش، شو الفرق عن الايميل العادي؟ انه في اكثر امتيازات. اول شغله بنطلع هون على اليمين، طبعا انا عندي بالعربي، في ناس عندهم بالانجلش، ممكن هون على الشمال. اول كلمه هون نشاط، اللي هي الاكتيفيتيز، لما ضغطت عليها اللي هي الانشطه للقاءات اللي انا عاقدتها
تفاعل فلان، تفاعلت فلان، تفاعلت، علقت إلى آخره، فكل هذا يندرج تحت النشاط. الدردشة معروفة برضو اللي هي الآن إحنا في صددها، كيف نفعل الدردشة، خاصة إنه الزملاء بيطلبوا الفون، بيطلبوا يعلقوا، يسألوا، نتفاعل معهم بكودات معينة، فهاي هي الدردشة. لاحظوا عندي أنا لقاءات في الإنجليش، لقاءات في العربي، حتى اللقاءات اللي مش إلي أنا بدخل فيها بتكون هيها هنا موجودة على طول. مثلا أسرار الكانفا مع الأستاذة، كان للأستاذة خولة، أنا كنت مديرة أو مسيرة اللقاء مع الأستاذة مها، هيو موجود مع التقارير، مع تقرير الحضور، مع كل شيء. هاي بالنسبة للدردشة. طيب الفرق معروفة، الفرق اللي أنت أنشأتها حضرتك أو حضرتك، اللي هن سواء منهجية، لا منهجية، تدريبية، إن شاء الله شغلات خاصة، كل هاي الأمور، هاي لصفوفي مثلا، هاي التدريبات إلى آخره، معروفة. الواجبات معروفة وشرحنا عنها كثير للخبير المايكروسوفت، وكيف ترفع الواجبات وكيف هاي الأمور. إحنا هون اليوم شغلنا بهاي، بكلمة التقويم أو بالإنجليش اللي هي الكالندر. طبعا هاي الواجبات اللي أنا كنت مسلمتها لبعض طلبتي طالباتي. التقويم، لما أضغط هون التقويم، هذا اللي بدنا نشتغل فيه، وهنا مربط الفرس زي ما بيحكوا. رح نعرف كيف المكالمات معروفة، وفي ملفات وشغلات ما بدنا إياها عشان الوقت. إذا باجي على كلمة التقويم، لما بدي أبرمج يعني لقاء مبرمج بعد يوم، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بضغط هون، باجي بشوف الأيام، اللهم صل على سيدنا محمد. هون الكالندر سواء بدي باليوم تظهر او بدي باسبوع عمل، اسابيع يعني، من الاثنين مثلا 29 اب لاثنين اللي هي 9 الجمعه، او بدي يظهر اسبوع اسبوع بهذا الشكل. لا انا بدي يوم يوم مثلا، باجي بختار اليوم. لنفرض انا ما بدي اليوم ابرمج لقاء، لنفرض بدي لو اجي سمحت على، يا استاذه شوقيه، استاذه شوقيه، هل انت نعم، في شاشه الشات لسه؟ الشاشه واقفه، ايش الشاشه واقفه. واقفة؟ طيب لحظة بدي اوقف الشير وارد اشارك، معلش هو ضعف الانترنت. انا الان في صفحة التقويم، يا ريت اللي معاه جهاز الان يبدأ يطبق معايا. اتمنى انها وضحت شاشة التقويم. لسه 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 ماشي، أستاذة سودة. نصبر نصبر شوي. فإذا بتروحوا على التقويم الآن، افتحوا على شاشة التقويم، على أيقونة التقويم تظهر لساتها شاشة. ماشي، معلش ما هينا صابرين إن شاء الله. أوقف المشارك وأرد أشارك. بسم الله، الإنترنت هاي الأيام عند الكل ضعيف، مش عارفة ليش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهرت، شاشة التقويم ظهرت، ظهرت. تمام. ممتاز. إذا يا أستاذة الحمد لله، شكرا لكم أستاذ فتحي وأستاذ عايدة، ظهرت. شكرا وشكرا يا سليم. ممتاز. إذا بضغط وين على التقويم، أو اللي هي كالندر إذا عندكم بالإنجليش، سواء إنجليش أو أرابيك، بتروح على الكالندر بتظهر لك مثل هاي الشاشة أو شاشة الأسبوع إلى آخره. هسه في عنا انضمام باستخدام معرف، هاي ما بدي إياها. الاجتماع الآن هاي بدون برمجة، بمعنى الآن أنا اتصلت على أستاذ فتحي مثلا، قلت له أستاذ معلش في عنا لقاء على السريع، بسرعة بسرعة ادخل، مباشرة بعمل اجتماع الآن، بضغط ببعث له الرابط بدخل وخلاص. لا أنا بدي اجتماع جديد، بهاي اجتماع جديد، اوكي. فبدي اعمل جدولة اجتماع، جدولة يعني بدي اعمل يعني اللقاء مجدول انه له موعد. اول اشي بكتب عنوان، ومثلا رحلة لنفرض بدي اسميه حسب ما بدك، بالعربي بالانجليزي رحلة خيالية مع الكاهوت، هاي اللي هي ان شاء الله مع مبادرة تعلم احترف ابدأ في يوم الثلاثاء مع الاستاذ طارق والاستاذة اسماء والزملاء ان شاء الله. انا راح اقدمها باذن الله يوم الثلاثاء على 9 في توقيت فلسطين، وعلى 8 بتوقيت مصر. الان وين بدي اياها؟ هنا لما اضغط لاحظوا هي بتاريخ اليوم 3/9، لا انا بدي اياها يوم الثلاثاء اللي هو
6 9 صح؟ هل بدي اياها على 2:30؟ لا، هي مبرمجه، انا بدي ابرمج حسب ايش توقيتي انا، على 9 مساء، 9 انتبهوا مساء مش صباحا، بلاش تروح هنا تختار مثلا في 12 صباحا، 12 ونص صباحا الى اخره، فانتبه على صباحا ومساء. اذا اخترت 9 مساء، اخترت التاريخ، بعدين كمان نفس اليوم، طبعا انا بدي اياها بنفس اليوم تنتهي. الان اذا انتبهت هون 10 مساء البدايه، والتاريخ 6/9 و6/9 البداية والنهاية. طب إذا انتبهنا هون على تاريخ النهاية 10:30، بمعنى إني أنا كأني مبرمجته نص ساعة، بمعنى إذا أنا فتحت اللقاء وبديت أدرب وما شاء الله عني، في بداية اللقاء بعد نص ساعة رح يغلق اللقاء أوتوماتيكيا، يعني 30 دقيقة. فأنا بدي أنتبه كمان لهي الشغلة. أنا بزيد عادة، ممكن أخليها 11:30، طبعا هي مش لل11:30، ممكن أكثر، سوري هنا تغيرت، لا نحن بدنا 9، خليتها مثلا ممكن لل11:30. طبعا بزيد الوقت احتياطا، بلاش اني اطول اكثر من 2:30، ممكن كمان مرة ازيد ان شاء الله بعد يومين بزيد اكثر فاكثر. ماشي، اذا هذا التوقيت من بداية 9 مساء ل12:30، يعني ثاني يوم صباحا، مش معناته اني لازم التزم فيه، بس احتياطا مشان اني ايش اخذ وقتي. طيب طوال اليوم، طوال اليوم إذا بدي إياه يتكرر بكتب يتكرر، مثلا كل يوم من الأسبوع من الاثنين للجمعة، ولا بدي يوميا، أنا كل يوم بدي أعمل اجتماع مستحيل، أسبوعيا ممكن إذا بدي إياه أسبوعيا، شهريا ممكن، سنويا مخصص، أنت حسب ما بدك، أنا ما بدي هنا. طيب هسا هون بهاي الخانة، هاي مربط الفرس، كيف نفعل الشات ضمن إيش التيمز؟ كيف بدي أعمل؟ بدي أضيف حضور مطلوب، بمعنى إنه أنا مؤسسي اللي هو إيميل المؤسسي من فلسطين، أستاذة خولة كمان من فلسطين، أستاذ طارق من مصر، أستاذ عايدة مصر، أستاذ فتحي من تونس، لا أعرف اختلاف الدومينات، هذا اللي بيسبب عدم ظهور الشات. أنا بروح وين؟ بروح على، اللهم صل على سيدنا محمد، عندي على الدرايف، إذا ملاحظين عندي بعرفش بس تظهر، احكوا لي اللي هي صفحة الدرايف، يا ريت تحكوا لي إذا ظهرت. انت في صفحة تمام ظهرت. تمام، إذا ظهرت. شايفين عندي، ممتاز، عندي فورمات وعندي اكسل شيتس وعندي ملفات مجلدات وعندي كل هاي اللقاءات اللي انا بعملها وبعض الشهادات والى اخره. بروح اذا بدي لنفرض بدي افتح هذا اللي هو اخر لقاء عملناه مع استاذه نهى، كنت مستضيفتها عن الكورسة. اذا شايفين هنا كورسير، عفوا، عناوين البريد الالكتروني، هون بدي اشتغل، بدي اخذ لي كم بريد الكتروني من هون، او انا بكتب يدوي، فعشان انا ريح حالي، لا بروح باخذ هذا مثلا، بعمل عليه ضغط نسخ، بعمل نسخ، برجع وين؟ على البرمجة، سوري، على البرمجة هون، إضافة، بتمنى إنه الآن ظهرت صفحة الجدولة، بس تظهر احكوا لي لسه لسه اجتماع جديد، إيه؟ لسه ما ظهرت. يلا هيني صابري عبين ما تظهر، عشان النت شوي ضعيف. إذا بروح على وين بديت أجدول، عند إضافة الحضور المطلوب، لصقت هذا الإيميل أو بكتب الإيميل، إذا بدي أكتب كتاب الإيميل عادي، لكن أفضل إني أنسخه نسخ ولصق. أتمنى ظهرت. نعم سيدة شوقي، ظهرت؟ نعم ظهر الآن. نعم أنت الحمد في لله، التيمز، إذا لصقت أنت في في الكالندر اجتماع كده. جديد. ايوه اجتماع جديد، اوكي. الان انا نسخت ايميل الاستاذه عفاف، ظهر لي هنا دعوه كذا كذا، لازم اعمل ضغط هون، لاحظوا اجا كمان، بسمح لي كمان مره اروح اجيب كمان ايميل، بدي احاول اغير من الجيميل هون مثلا، هذا ام او اي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد للوزاره. اتمنى الان الاكسل شيت ظاهره، راح اوقف شوي عبين تظهر، لسه أبطئ. ماشي، بس تظهر الإكسل، احكوا لي. إذا بجيب لي أكم من إيميل، سواء كتابي يدوية أو نسخ من الإكسل شيت عندي.
أنا كمدرب عندي إكسل شيتس كثير، فباخذ بعض اللي هي الإيميلات الإلكترونية، بعمل نسخ ولصق، بعمل لي 4 5 تقريبا، بحاول أكون يكون مختلفات، جيميل، ام او اي، ياهو، اوتلوك، هوت ميل، اتسترا. اوكي لسه ما ظهرت، لسه، بس الفكرة مش مشكلة، وضحت احنا المهم أستاذة سوقي. وصلت الآن. بتمنى تبعت الاجتماع الجديد تظهر، بس تظهر حكولي. انت اصلا في صفحة الاجتماع الجديد، ما اتغيرتش الصفحة. طيب ممتاز، خلاص أنا قاعدة بعمل نسخ لحالي، هي نسخت لي كم إيميل وقاعد بحاول إنهم يكونوا منوعات. أوكي تمام، هي نسخت لي حوالي 4، بدي أنسخ كمان واحد احتياط هو يكفي، لكن نحاول ننوع. بأشوف كمان ياهو. أوكي ولاحظوا لما انسى اعمل لصق لازم اضغط عليه مشان افعله. الان ضغط حطيت هاي كم من ايميل، خلاص عملت اضافه لحضور معين ونوعت في بعض الايميلات. اذا بدي هون اكتب رساله معينه مثلا أستاذة بسم الله شوية، الرحمن الرحيم. نعم الشاشة واقفة نعم على أول إيميل حطيتيه. الشاشة واقفة على أول إيميل فقط طيب حطيتيه أستاذة طيب عفاف. هسه بتظهر. لحظة كده خلاص. لحظة شوية خلاص. خلاص. هو ما حكينا يا أستاذ عايد عشان الإنترنت، مش مشكلة بده وقت بيظهر. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، بدك تضع مثلا رسالة معينة، بدك تغير بالألوان، بدك تغير بالخط كبير صغير إلى آخره، بدك تعمل فقرة، كل هاي الأمور أنت بعدين تعملها. بسم الله الرحمن الرحيم، ندعوكم، بتحط نص الرسالة اللي بدكم إياها لحضور ورشة، أبصر إيش ورشة تدريبية مثلا، طبعا تجيبوا نسخ لصق أنا لأني مش محضرته، تدريبية عن الكاهوت، وبتحط عنوانها بعنوان ومين اللي المضيف ومين المدرب ومين كذا والساعة وكل هاي الأمور. بدك إيش عادي، إذا بدك سريع، أنا بصراحة لأنه كثير تدريباتنا ما بكتب هاي الرسالة. بعد ما أخلص الآن شو بعمل؟ إرسال. إرسال رح يجي الآن لهدول الأشخاص اللي أنا وديت لهم إشعار إنه أجاهم دعوة على الإيميل. طبعاً أنا بروح على اليوم اللي أنا عملته أشوف مبرمج، هيو شايفين وين طلع؟ على الساعة 9 مساءً، رحلة خيالية مع الكاهوت، مين اللي مضيف؟ شوقية فايك ومحمد حواوري اللي هو أنا عاملة الإيميل الوزاري باستخدامه، وهي الساعة لحد يعني حتى بعد الساعة 11 مساء مشان أعطي مجال. الآن كيف بدي أشارك الرابط؟ في عدة طرق، واحدة منهم بكفينا واحدة. لاحظوا لما ضغطت بتمنى إنها واضحة يا أستاذ عايدة، أستاذ فتحي، رحلة خيالية مع الكاهوت واضحة؟ واضحة واضحة. واضحة أيوة. لاحظوا وين أنا عملت، شوفوا ضغطت هنا على نفس المكان اللي أنا برمجت فيه اللقاء، شو طلع لهم تقويمي؟ رحلة خيالية مع الكاهوت 3/6/2022 الساعة 9 مساء، تنتهي 4/7 أيلول، طبعا مش 4 قصدنا، خلص 4 بس أنا حكيت احتياط، دائما بخاف وبعطي زيادة ساعة وساعتين وثلاثة مشان يضلوا مفتوح اللقاء، 7 أيلول 2022 آية 12 ونص صباحا. إذا بدي أنضم مباشرة بضغط انضمام وبدخل على الاجتماع. لنفرض والله أنا غلطت، ما بدي مش عن الكاهوت، لنفرض أنا بدي أدرب مثلا عن نير بوت أو عن فانسي أو عن الوكلت، كيف بدي أعمل تحرير؟ بضغط هون تحرير بيرجعني على نفس صفحة اللي هي الجدولة مشان أعمل تظبيط للعنوان، للوقت، لأي شيء بدي إياه، ممكن أضيف كمان إيميل أدعوه، ممكن مش عارف ينضم بودي له كمان دعوة أثناء اللقاء. إذا بتلاحظوا في ناس بيكونوا أستاذة مش عارفين نفعل الشات، أستاذة مش عارفين ندخل كذا، بحكي لهم ابعثوا لي إيميلكم، برد أعمل تحرير وبرد أخذ إيميله أو إيميلها وبضيفه هون، وبعدل في العنوان اللي بدي إياه وبرد أعمل خلاص انضمام. اوكي اذا هذا بالنسبه للتقويم. بدي ارجع مره اخرى على اليوم نفسه الثلاثه،
هاي التقويم. الآن كيف بدي أنسخ الرابط؟ باجي هون، شايفين هون إشارة النسخ، بتمنى إنها وضحت. بس توضح احكوا لي، اللي هي رحلة خيالية مع الكاهوت، واضحة أستاذ عايدة، أستاذ فتحي؟ واضح 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 واضحة واضحة. واضحة الآن يا أستاذ، ممتاز. إذا انضمام بنضم مباشرة، تحرير إذا بدي أعدل في العنوان، بدي أضيف كمان إيميل، بدي أي شيء أعمله بهذا الخصوص. بعدين باجي استاذة شوقية، ما في الصوت. أعتقد أن الإنترنت انقطع لديها. سيدة شوقية، إذا لحظات ستعود إلينا. الصوت راح ولا من عندي نفسي يا جماعه؟ لا الصوت راح بس دقيقتين وهترجع ان شاء الله استاذه شويه. تمام، الله معك. قليل من الصبر ستعود الينا ان شاء الله. ما في صوت. أيوة حبيبتي، ما هي خرجت النت ضعيفة عندها ودلوقتي تدخل تاني. ماشي. إلى أن تعود الأستاذة شوقية، نحب نهنئ كل الإخوة والزملاء اللي فازوا بمعلم مبدع خبير هذا العام. تحياتي لكم جميعا، أيمن صيام. بالنسبة يا جماعة للمجتمع الجديد والأدباجات اللي بقت زيرو كده، بيقولوا في تحديث في المجتمع، هل حد عنده أي حاجة عرفها؟ أنا عرفت إن في خلال 10 أيام البادج هينزل والشهادة هتنزل على الكريدلي. 10 أيام؟ لا يا بس مش بنتكلم على المعلم الخبير، على الميكروسوفت ليرن الكورسات اللي الموقع مرتبطين ببعض، أكيد دلوقتي في مراجعة حساباتنا. يعني هي في تحديث على المجتمع صح كده؟ أنا نفس صفر برضه. فاحنا بنقول للناس ما تقلقوش، لان الترانسكريبت لو فتحته لحد اخر كورس مكتوب بالتاريخ، بس هي عمليه تحديث
واحتمال كبير ان في مجتمع تالت يجي. يعني انا دخلت امبارح لقيت برضو كورساتي صفر برضو. كله بقى صفر الحمد لله. فعلا حضرتك لقينا الانجازات كلها في صفر، بس المستوى الليفل زي ما هو موجود والمتابعات زي ما هي حضرتك موجوده، ويحضر التحديث ويرجع تاني ان شاء الله. تمام. ايوه الفولور والفولوينج موجود، الانجازات والبادجت. لو انت عايزين بعض الكورسات بتاعت الترينر وكده، جاي لكم ملف وورد في النوت باد، في النوت بوك دوت مليان روابط، كل ما بتضغطي على رابط بتخش الكورس على ليرن، بيروح نزل لك تاني متاكتف تاني. انا اكتفت كل الورد ده امبارح. طب كويس. صحيح استاذ نجلاء، انا اشكر الاستاذ ايمن ظهر لي الذي تقدم بالتحيه بدوري، احيي كل من تحصل على المعلم لقب، على لقب معلم خبير. انا احييكم جميعا، أشكركم، وأتمنى أن تنتظروا الأخت شوقية لأن على ما يبدو لديها مشاكل في الإنترنت. السلام عليكم. مرحبا أهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. آسفة قطع الإنترنت عن اللابتوب تماما، مش عارف شو في مشكلة. الحمد لله. الحمد لله. أتوقع إن شاء الله هيك يعني الفكرة وضحت خلاص. هي آخر نقطة كانت، بس كنت عملت كمان رابط جديد فممكن تنضموا عليه وتشوفوا فعلا هل تفعل الشات ولا لا فيما بعد. ماشي. إذا في أي سؤال الآن تقدروا تسألوا، أسفة لأنه مشاكل الإنترنت معروفة في العالم كله. نعم صحيح. خلاص، في أي سؤال، في أي استفسار؟ إذن من لديه سؤال يضعه على الشات مرحبا به، أو يرفع إيده يتكلم. أيها أستاذة شوقية، السلام عليكم. نعم. هو حضرتك السؤال، وإحنا نحيي حضرتك على المبادرة والتحية لكل اللي فاز المعلم مبدع كبير، والشهادة الرقيقة لحضرتك بدأت بها، نحييك مرة ثانية. صوتك يا أستاذ مش واضح، الصوت بيقطع. هو بيشكر حضرتك على المبادرة اللي انت عملتيها للتيمز النهاردة، وبيبارك للكل على معلم خبير. شكرا وألف ألف مبارك أكيد للكل، وإن شاء الله لما حالفهم الحظ بإذن الله لهم فرصة أخرى في 15-11 ل15-12، وإن شاء الله دائما أنا وزملائي في جميع الفرق على أتم الاستعداد لأي مساعدة لأي نصيحة بإذن الله، مشان كلهم يصيروا خبراء بإذن الله. وبتمنى هيك مشكلة الشات تفعلت، وياريت اللي بحفعلها يخبرني عشان أشوف هل نجحت المحاولة معه ولا لا بإذن الله. أوكي. في الأستاذ طارق رفع إيده. تفضل أستاذ طارق، حياك الله. تفضل. أنا حضرتك معي. أيوة. بخير على الصوت بيقطع. استاذ نبيل كمان. استاذ طارق بيحكي بس مش سامع صوته. استاذ عايده سامعه انت؟ لا. يا ريت تكتب في الشات استاذ طارق لانه صوتك مش واضح لدى الجميع. استاذ نبيل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم الحمد السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أستاذة شوقية جزاك الله خيرا، عرض شيق جدا وحل لكل المشكلات، ويعني حضرتك ما بتبخليش بأي شيء عن المجموعة المتدربين، وكنت معانا خطوة بخطوة لحد ما الحمد لله جميع اللي جدد الاعتماد أو اللي حصل على اعتماد لأول مرة من شركة مايكروسوفت. فالحمد لله رفعتي رأس الدول العربية كلها.
شكرا جزيلا لتواجدك معنا باستمرار، واحنا سعداء جدا بالعمل مع حضرتك. شكرا يا فندم. معك الله يرضى سبيل. عنك، وانا سعيده بتواجدكم معي، وبفتخر انه في النخبه دائما معانا ان شاء الله، ومعا يدا بيد نحو القمه باذن الله. اشكرك. معك سدين. تفضلي سدين. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. بشكرك كثير استاذه شوقيه. بس بدي عندي سؤال، بدك تكملي ولا لا عشان فضل. النت؟ هو خلصنا عموما، كنت حابه كمان اكمل في شغله معينه، لكن الانترنت على اللابتوب ابدا مش قابل يظهر، وهذا حال الانترنت. شو نعمل، انا قاعده بحكي من الجوال. فانا الفكره اللي بدي اياها وصلها بك. شكرا جزيلا. العافيه، جزاكم الله كل خير، وبهني الكل اللي تعرف معلم خبير. وصل الصوت استاذ شوقية. شكرا شكرا. ايوه الان استاذ طارق واضح صوتك. طب الحمد لله، واضح ان النت عامل مشكله مع الجميع. الحمد لله. والله جزاكم الله خير، شكرا جدا على الفكره. وصلت تمام. انا بس عاوز الخصها، هل هي المشكله في الدومين مال الايميل صح كده؟ ايوه بالظبط كده، بالظبط. نجمع مجموعه الايميلات المختلفه ونضعها ونعمل نعم. لها حفظ. نعم ان شاء الله الشات يكون أيوة. فعال عند الجميع. خلاص، بس شايف هي يعني زي شغله سحريه، فقط في الدومينات اللي الاختلاف، لانك انت حضرتك من مصر دومينكم غير، احنا من فلسطين غير، من ليبيا، من العراق، من مصر، تونس، كل واحد غير. فكان انا زيكم، وبشكر عن جد. انا بدي اطير هيك تحيه لاستاذتي ورائعتي وحبيبتي الاستاذه خولة مريش، لانها هي اللي بدايه دلتني على الطريقه بصراحه، فبشكرها من كل قلبي. فالحمد لله اتغلبت على هاي المشكله، وبما اني استفدت من زميلتي فانا كان حق وواجب اني افيد زملائي. عملت ورشه كامله عن هذا الموضوع وعن إصدار الشهادات الإلكترونية كمان، الحمد لله، كيف أربط الفورم مع الجوجل شيت. فالحمد لله، فإن شاء الله إني قدرت أوصل الفكرة، وإن شاء الله إني ساعدتكم في حل هاي المشكلة اللي بتقرقكم كما كانت تقرقني من قبل. وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة، ومن نشوف يا أستاذ طارق يوم الثلاثاء، الكل مبسوط إنه قاعد بتفاعل على الشات بإذن الله. ده مش الثلاث أستاذة شوقية، ده النهاردة الساعة 8 إن شاء الله. أجبال عندنا إن شاء الله. اليوم اليوم عند الأستاذ طارق، بندعوكم كمان في لقاء على الجوجل ميت، صح أستاذ طارق؟ على الكلاس روم إن شاء الله. جزاكم الله خير. أيوة صحيح. إن شاء الله. الله يرضى عنك. أستاذة خولة بتوقع عنك كمان. حدثتني عنه أستاذة خولة، كمان عندها لقاء اليوم. وأنا أشكرك أستاذ طارق، بالتوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا. هاي الأستاذ نبيل، الحمد لله. بحكي الأستاذ نبيل، الحمد لله نجحت فكرة إضافة الدومين في حل مشكلة تفعيل الشات. الحمد لله الحمد لله، فهذا يفرحني جدا جدا. فإذا كل واحد ياريت بفعله، ياريت يخبرني عشان أفرح إني قدرت ولو بالقليل أفيد الزملاء بإذن الله. نعم. أوكي. جربت أنا ووضعت ذلك في الشات الآن حتى يتأكد الجميع أنه فعلا الحمد لله عمل رائع. الحمد لله الحمد لله. نجلة لو كنت في الاجتماع أعدي ملاحظتك. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. أنا ما عندي شات. ليه؟ اخرجي وردي ادخلي من الإنترنت، المشاكل الإنترنت عاملة عمايل. ماشي الله يعافيكم أستاذ عزيزة، شكرا إليك كلكم. أستاذة خولة شكرا إليك. أخت شوقية لو سمحت. نعم تفضل. أخت نجلة قدمت ملاحظة رائعة، لو سمحت تعيدها حتى يستمع. تفضلي أستاذة نجلة، لأنها برضو كانت سألتني عن نفس الموضوع فدعيتها برضو. تفضلي أستاذة نجلة. شوقية وزيكو كلكم. الحمد لله. تمام، ولينا الفخر احنا بنبقى موجودين مع اساتذتنا. الملحوظه اللي قلتها بالنسبه لمس المجتمع مايكروسوفت لير، الانجازات والحاجات دي بقت زيرو، فاحنا بنقول للبعض وعشان يقولوا لبعضهم ان ده في عمليه تحديث في المجتمع بس، ولكن التزم ان شغلك ما ضاعش. لو فتحت الترانسكريبت هتلاقي